وكذلك الوضع العام في مستشفى بوفاريك، هل فيه تراجع في عدد المتوافدين على هذه المصلحة؟ فيه نوع من الارتياح والتحكم الآن مقارنة مع فترة الذروة التي شهدها المستشفى وهذه المصلحة بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بالطبع اخ، كما لاحظنا منذ بداية شهر رمضان وخاصة في الأسبوعين الأخيرين كان فيه تراجع ونقص بالنسبة للحالات نتاع الكورونا، وفيه أقل ضغط بالنسبة للاستعجالات، ولكن هذا التراجع بقى كما يقولوا ما فاش منحنى، بقى في نفس منذ اسبوعين في نفس المستوى. الشيء اللي رانا نشوفوه حتى في كما يقولوا على المستوى الوطني، هذه الاصابات نتاع حوالي 200، اقل من 200 بالقليل. اذا كان في استقرار، ولكن هذا الاستقرار هذا احنا ماذا بينا يتحسن اكثر وتكون كما يقولوا المنحة تنازلي، وهذا احنا سبب نرجعوه مازال الاحترام انت الاجراءات نتاع الوقايه والاجراءات من طرف المواطنين اللي تمكننا، وباش هذيك الورعيه المستقره نزيدوا نحسنوها ونفوتوا في اقرب وقت لوضعيه، وباش نخرجوا من الوباء. لا رانا رانا كما يقولوا في مفترق طرق بالنسبه للوضعيه نتاع الوباء، اي انه فيه تحسن، فيه وضعيه مستقره، ولكن لازم ناكدوها وبهذا الاجراءات هذا، وباش هذاك الوقت المواطنين وخاصه ولايه البلده اللي عانت كثير منذ تقريبا 3 اشهر، ما ننساش بلي رانا تقريبا 3 اشهر بالوباء هذا، وباش هذاك المعاناه هذيك تاع المواطنين ونتاع الاسلاك تاع الصحه تجيب الثمره تاعها، وباش نخرجوا في اقرب وقت من الوباء هذا. قبل فترة أنت تحدثت على ربما مرحلة استقرار، ونحن نعرف أنه قبل شهر رمضان فقط بأيام كنا في منحنى تنازلي، كانت حالات الإصابات اليومية في منحنى تنازلي، وكذلك حتى حالات الوفيات المسجلة. ربما البعض يتساءل ما الذي حدث فقط قبل رمضان، دخول شهر رمضان بيومين، هل فعلا نتيجة تراخي اليوم المسجل من طرف المواطنين وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي دائما تدعو إليها وزارة الصحة وكذلك الحكومة، أم كذلك إلى توسيع رقعة الكشوفات التي تجرى على مستوى الوطن؟ هي الاثنين العاملين بالطبع، كي تكون الكشوفات معممة أكثر، الشيء اللي ما كانش عندنا، اللي يمكن ما كانش عندنا منذ شهر ونص، ما كانش عندنا رايح كما يقولوا نكشفوا عدد اكبر. ولكن لاحظت اخ حتى بهذه الكشوفات العدد ما فاتش ولا اقل من 200. اذا رانا كان زاد العدد، راح نقولوا فيه كما يقولوا خطوره، ولكن الزياده هذه وما نقصتش عليه، ما نقصتش هنا المسؤوليه نتاع المواطن. علاه؟ خاطر وكان زياده على الكشف هذا ودرنا احنا الاجراءات، رايحين نشوفوا باللي حتى ونكشفوا على 1000 واحد عدد المجبين يكون قليل، ولكن هنا زدنا في الكشف ولكن عدد المجبين بقى مستقر، اي ما نقصش. اذا هنا المسؤوليه، هنا نرجع المسؤوليه بالنسبه لاحترام الاجراءات هذا. بالطبع كي نكشفوا احسن، كي نكشفوا اكثر احسن، ولكن نفس الوقت نكتشفوا وفي نفس نزيدوا في الكشف وفي نفس الوقت ناكدوا على احترام الاجراءات هذه. هذو هما الشرطين الاساسيين اللي راح يعطيونا سما الفكره صحيحه بالنسبه لتطور الوباء وبالنسبه للخروج من الوباء وبالنسبه حتى الاستراتيجيه اللي راح توضحها السلطات العموميه باش نخرجوا من الوباء. هذه الاستراتيجيه ما تكونش كما يقولوا على قاعده صحيحه اذا ما كانش عندنا كما يقولوا الوضعيه الصحيحه، اي ما يكونش عندنا الاحترام كل الاجراءات اللي ندينا بها. تدعيما لهذه الاستراتيجيه اللي ذكرتها دكتور، وكذلك تدعيما لمساعي الحكومه لحصر هذا الوباء ورقعه انتشار هذا الوباء في الجزائر، الوزاره الاولى اقرت البارحه جمله من الاجراءات الجديده بمناسبه طبعا عيد الفطر
المبارك ويومي العيد تحديدا، وحجر جزئي في كل ولايات الوطن من الساعة الواحدة إلى غاية الساعة السابعة صباحا. تشوف أنه هذا الإجراء كذلك جاء في وقته ممكن يعمل على حصر هذه الحالات المسجلة يوميا؟ هو الأخ هذا شيء معمول به في كل عالم، وهذا شيء كما يقولوا مؤكد علميا. كل التجمعات، كل التجمعات اللي تؤدي إلى انتشار الفيروس هذا أكدناه في كل بلدان تاع العالم، وحتى في البلدان اللي تمكنت ناخذ مثلا ألمانيا، ناخذ مثلا فرنسا، تمكنت وباش تحكمت نوعا ما على الوباء وبدات تنقص من الإجراءات نتاع الحظر الصحي. كانت مناسبات نتاع مثلا في كنائس، في مناسبات نتاع في جنائز، مناسبات نتاع تجمع الناس، عاودت الحالات من جديد ارتفعت. اذا احنا ما نساوش باللي العيد كمسلمين هو مناسبه اللي فيها الزيارات واللي يكون فيها التجمعات. بالطبع المساجد مغلقه ومكسره العيد هذا راح كما يقولوا يساعد كما يقولوا باش نقسم الانتشار، ولكن الزيارات هذيك اللي رايحه تكون ما بين الناس اللي منهم ناس حاملين للفيروس حتى ما عندهمش اعراض، هذوك رايحين يسبوا يؤديوا الى انتشار الفيروس. اذا كل التجمعات ومنها المناسبه تاع العيد هي اسباب اللي تقدر تعاود ترجعنا العدد نتاع الاصابات لزياده. خصوصا دكتور، وانه في بيان الوزاره الاولى اشارت وزاره الى ان وزاره الصحه اكدت ان التحقيق الوبائي أثبت أن غالبية حالات العدوى سجلت خلال أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص مثل ما تفضل. أحسن مثال الشيء اللي صار في البوليدة. كيف انطلق الوباء عندنا البوليدة؟ انطلق والانتشار كيف كان الانتشار في ولاية البوليدة؟ بدينا بحالات قليلة في عائلة، وبعد كانت فيه مناسبات عائلية، كانت فيه مناسبات من أفراح ومن جنائز، أدت إلى كما يقولوا انفجار الحالات في البوليدة. هذا أحسن. وهنا التخوف ربما دكتور أكثر اليوم فيما يخص الأحياء الشعبية، وكذلك فيما يخص الأسواق اللي نشوفها اليوم في توافد كبير للمواطنين إليها. تشوف أنه كذلك ضروري اليوم نعزز إجراءات رقابة هذه الفضاءات العامة اللي ممكن تكون مكان خصب لانتشار هذه الحالات. يا أخي كما قلت الآن القاعدة بين كل ما يكون تجمع كبير نتاع أشخاص وبدون احترام كما يقول الإجراءات نتاع الوقاية ضروري رايحين كما يقولون ندفعوا الثمن. إذا الحل هو عند الحس المدني والانضباط نتاع المواطن اللي لازم يخمم على المصلحة نتاعو نتاع صحته ونتاع العائلة نتاعو ونتاع المجتمع نتاعو، وثانيا في الاحترام هذه الإجراءات من طرف السلطات العمومية. للأسف كاين أغلبية نتاع المواطنين ممكن اللي تسمع من سلفه، ولكن كاين فئة اللي ما تسمعش، وهو أنا كما قلنا واحد فقط ما يسمعش قادر هو يمشي العدوى لكل الحي. إذا ماذا بنا المواطن ياخذ ويكون واعي بهذه الخطوره هذه وباش نخرجوا شرح سالمين من هذا الوباء، والسلطات العموميه لازم ثاني تقوم بدور تاعها. انت مع تشديد الاجراءات دكتور حتى بعد فتره العيد المبارك؟ مع تشديد هذه الاجراءات اللي حصل الوباء اكثر؟ لانه المواطن في النهايه يشتكي من هذه الاجراءات، خصوصا فئه التجار، وكذلك في نفس الوقت شفنا نوع من التراخي يعني من طرف المواطنين. يا اخي اللي احنا كاخصائيين التقييم نتاع الوضعيه مازال ما خرجناش من محاط الخطر. التقييم نتاع الوضعيه قلنا فيه نقص، فيه استقرار، ولكن لازم ناكدوا هذا الاستقرار وباش ناخذوا. اذا الحظر الصحي مازال لازم يكون سير مفعول. هذا هو. ثانيا انا لازم نفهموا مليح الوضعيه نتاع الاخوه مواطنين ولا التجار بالنسبه للحظر الصحي، خصوصا مع التعليم الاخير حول اجباريه ارتداء الكمامات، نقطه مهمه اكد عليها وزير الصحه
لمساهمة الجميع في حصر هذا الوباء؟ هو ذوق شوف كل الخبراء الامور تطورت من الاول، من اول وباء دروك في كل بلدان تاع في الاسابيع الاخيره اكدت باللي احسن يكون ارتداء الكمامه، وباش هذاك الوقت رايحين نقصوا من الانتشار. بالطبع هو المشكل تاع الكمامه، هو السيد الوزير صح تكلم عليه، هو المشكل هو لازم 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 تكون واجده وتكون في متناول كل المواطنين، ولكن الحل مؤقتا الحل ما اذا حتى ما عندناش الكمامات هذوك الاستعمال الوحيد لي جوطاب بالنسبه ممكن نستعملوا حل لاسلاك الصحه، الكمامات اللي مصنوعه محليا ومصنوعه بالقماش هذيك قادره كما يقولوا تحل المشكل، وهذا ما معمول به حتى في البلدان المتقدمه. عندهم ما كان حتى بلاد لحد الان اللي عندها الاكتفاء الذاتي بالنسبه للكمامات الاصطناعيه. اذا ماذا بنا المواطنين عندهم عده كما يقولوا طرق باش يكون عندهم الكمامات كما المصنوعه في المنزل، المهم وباش يديروها وباش هذاك الوقت يحمي، وخاصه باش يحمي الاخرين من انتشار الفيروس. شكرا لك على كل هذه المعلومات دكتور محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى أبو فريك، جزيل الشكر على كل هذا، وموفق إن شاء الله في مهامكم. إلى موضوع آخر.